سجلت ليلة أمس على الساعة 9:57 هزة أرضية بولاية ميلا بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريشتر، حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وكانت ولاية ميلا قد شهدت في 7 منوت الجاري هزتين أرضيتين، الأولى بشدة 4.9 درجات على سلم ريشتر والثانية بشدة 4.5 جنوب حمالة.